السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح لاب الدكتورة إيمان Solutions and Buffers. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله، خلينا نبدأ. أول شيء introduction، نحكي عن solution. solution هو عبارة عن homogeneous mixture of more than two substances, solute and solvent. solution بين قوسين هو محلول، خليط متجانس من مادتين، واحدة منها تكون مذيب اللي هو solvent مذيب، والثانية مادة أخرى تكون مذاب هي solute. the solvent is the dissolving substance، الوسط اللي بنذوب فيه إيش؟ المذاب. فمثلاً water is an example of a solvent. water هو مثال على إيش؟ على مذيب. solute, the solute is the substance being dissolved in the solvent like the NaCl. فالsolute هو عبارة عن إيش؟ هي المادة اللي بنذوبها داخل المذيب، مثل إيش؟ NaCl اللي هو الملح. the percentage، البرسنتج بدي منكم تفكروا فيها لما فتوا على مختبر البيوكيم او مختبر ال، خلينا نحكي مختبر الاورجانيك، كنتوا تلاقوا محاليل او تلاقوا هيك، يعني كنتوا تلاقوا محاليل يكون مكتوب عليهن مثلا 5% NaCl، او مثلا تلاقوا عليها يعني 10% كذا كذا والى اخره. فهذه الـ percentage شو بتعني؟ the term percent means per hundred، of course يعني هذه طبعا بنعرفها، percentage معناها بالمية. it tells how much solute is dissolved in 100 parts of the solution. فلما نحكي عن percentage هي بتحكي عن إيش؟ هي قديش كمية المذاب اللي تمت إذابته في 100 ml مثلا من ال من المذيب. So it tells how much solute مذاب is dissolved، تمت إذابته in 100 parts، في 100 جزء اللي هو عادة 100 ملي حجم، وحدة الحجم هذه of the solution. طبعا عادة ال percentage هذا بتعبر هي weight على volume، اللي هي يعني كتلة على حجم، the most commonly used. مرات في السوائل بنقصد percentage بيكون عندنا volume على volume، يعني volume من solution معينة، من آسف اللي هو من مادة معينة بنذوبها في solution ثاني. والسولتس بعض المرات بنستخدم اللي هو weight per weight percentage، نفس الموضوع لها للliquids كمان. 1% NaCl شو معناها؟ معناها 1 gram of NaCl is dissolved in 100 ml solution. تمام. مولر solution. مولر. مولارية. مولر solution. It is the molecular weight أو مولر mass أو formula weight in grams dissolved in 1 liter of the solution. Molarity is the number of moles of solute per liter of solution. فالمولية يعني هذه من أمور الكيمياء اللي هي أخذناها بالصف العاشر يعني، وأخذناها بالصف الأول الثانوي، توجيه كمان يعني خلينا نحكي لبعض الناس، كتلة المولية والمولية وعدد المولات. فهذه أعتقد ما بدها يعني شرح خاص، انتو يعني في الانجليزي احفظوها as it is. it is the molecular weight in grams dissolved in 1 liter of solution. فالمولاريتي is the number of moles، عدد المولات من المذاب التي تمت اذابته في لتر من المحلول، او بين قوسين اللي هو المذيب. the units of molarity are moles per cubic decimeter. فوحدة اللي خلينا نقول المولية اللي مولارتي هي نفس المولية اللي هي moles، عدد المولات per cubic millimeter اللي هي decimeter اللي هي بنحكي اللي هي وحدة حجم. فmoles per cubic decimeter. molar solution of
NaOH يساوي المولكيولار ويت اوف NaOH. فالمولكيولار ويت اللي هو الكتلة المولية أو الكتلة الجزيئية للـ NaOH قديش تساوي؟ تساوي عندنا 23 اللي هي الـ Na 16 وزاد 1 تطلع عندنا 40. فالمولر سوليوشن اوف NaOH أو the molecular weight of NaOH contains اللي هو يعني المولر سوليوشن contains ايش؟ 40 grams per liter. فإذا بنقدر نحكي هي the molecular weight اللي هو هذا هو مثلا in grams الوزن الجزيئي بالجرامات التي تمت إذابته في 1 liter solution بلتر من المحلول. calculating mass required for molar solution كيف نحسب الكتلة مشان نطلع المولر سوليوشن عندنا؟ نضرب الكونسنتريشن للمحلول اللي بتكون وحده مول لكل لتر ضرب الفوليوم حجم ضرب اللي هي الفورمولا ويت اللي هو نفس الموضوع اللي هو نحكي الكتله الموليه للماده اللي بنحكي عنها. فمثلا الكتله الموليه او الفورمولا ويت في هذه الحاله نقول للانيواتش هي وإن شاء الله كمان راح أرفق لكم فيديو يذكركم معنى الفورمولا ويت لأنه يعني هو سهل جدا بس مش متذكر معناه بالعربي يعني. نعم نكمل. normal solution it is the equivalent اللي هو الوزن المكافئ in grams dissolved in 1 liter of solution. in normal solution بقول لك ايش اللي هو الوزن المكافئ in grams بوحدة الغرامات الذي تم إذابته في ولتر واحد من السوليوشن. the equivalent weight ببساطة اللي هو كيف نحسب اللي هو الوزن المكافئ اللي هو بنحكي اللي هو المولكيولار ويت اللي هو الوزن الجزيئي اللي عندنا على الفالنسي. طبعا الفالنسي كيف نحسبها؟ الفالنسي ببساطة خلينا نحكي في حالة الأسيدز والبيسز الفالنسي بنحسبها انه عدد الايونات الهيدروجين او عدد ايونات الهيدروكسيد اللي تطلع عنا لما يتفكك المركب. فالفالنسي لل HCl واحد. لو قلنا مثلا H2SO4 الفالنسي تبعته قديش؟ بتكون 2. So if the valency is 1 المولاريتي تساوي عنا النورماليتي. نعم ولكن بقول لك اللي هو هنا مثلا H2SO4 one normal solution of H2SO4 يعطيك ايش اللي هو 0.5 molar solution of H2SO4 لأنه بالequivalent weight لما نحسب المولكيولار ويت على آخره الفالنسي الفالنسي بتكون عندنا هنا 2 مش 1. فالآن بقانون الآن راح تأخذه اللي هو يساوي عندنا النورماليتي تساوي عندنا المولاريتي ضرب إيش اللي هو N. N اللي هي بين قوسين الفالنسي اللي هي في هذه الحالة بتكون عندنا 2. فإذا جاب لكم مثلا بالامتحان جاب لكم أنه في عندنا نقول لك normal of a solution is never less than the molarity. بقول لك إيش أنه النورماليتي دائما ما بتكون أو أبدا ما راح تكون إيش أقل من المولاريتي. normality of a solution is never less than the molarity. دائما إيش النورماليتي بتكون عندنا يا أكثر أو تساوي المولاريتي يا أكثر أو تساوي المولاريتي. هذا هو القانون اللي بحكي لكم عنه اللي هو النورماليتي تساوي عندنا M اللي هي مولاريتي ضرب إيش N. طبعا N اللي هي الفالنسي اللي حكينا بامتحان الميد تبعنا جابوا لنا سؤال إنه في عندنا normal solution of H2SO4 النورماليتي له كانت 2 أو يعني كانت رقم معين. احسب المولاريتي له مباشرة تقسم اللي هو النورماليتي على 2 في هذه الحالة. مثلا إذا جاب لك حمض بيطلع إنه ثلاث أو موجود له يعني ثلاث ذرات هيدروجين تقسم على 3 وإلى آخره يعني. نعم فهذا هو المطلوب من السلايدين هذول لحد الآن. طيب إذا كان عندنا مولكيولار ويت هو وزن جزيئي لمادة معينة 98 جرام
per مول أو لكل مول. فخلي أحكي إنه في عندنا 98 جرام of H2SO4 in 1 liter of water solution gives us 1 molar of H2SO4. تمام؟ طيب الوزن المكافئ لهذه المادة بيكون عندنا إيش؟ اللي هو 98 على 2، 2 اللي هي الفالنسي. قلنا الفالنسي إيش لل H2SO4 بيكون عندنا 2. نعم تمام. فالإيكوفالنت ويت بتكون عندنا 98 على 2 بتطلع عندنا إيش؟ 49 جرام لكل مول. ف بتطلبنا 49 غرام من ال H2SO4 نذوبها في 1 لتر من المية مشان يعطينا normality قيمتها 1، 1 normal solution of H2SO4. طبعا أنا مش حاب إنه نحكي نتعود إنه كثير على العربي إنه شو معنى normality بالعربي أو شو معنى المولاريتي بالعربي. خاص حتى بالعربي يعني المولاريتي هي نفسها المولية، المولاريتي بالعربي إشي ثاني. مش حاب إنه إنكم تعودوا على العربي كثير، خاصة أنتوا الآن لغتكم إن شاء الله لست سنوات قدام راح تكون كلها إنجليزي، فتثبتوا على إنجليزي أكثر وأكثر. خلاص النورماليتي افهموا شو الكونسبت تبعها وشو المطلوب منها وخلاص كثر الله خير. Thus a one molar solution of H2SO4 will be two normal أو النورماليتي إلو تكون الضعف. This is because a single molecule of H2SO4 جزء واحد من H2SO4 contains two acidic protons. فبطلع إن إيش؟ اثنين ذرتين هيدروجين بطلع منه. فلذلك واحد مول من solution of H2SO4 يساوي اثنين normality منه. The normality of a solution is the molarity multiplied مضروبة by the number of equivalents per mole. ضرب عدد المكافئات لكل مول اللي هي الان اللي هي قديش مثلا في اللي هو نفسها الفالنسي H2SO4 بتكون عندنا الان قديش بتكون عندنا 2 طبعا الان صغيره وهكذا. طيب prepare 1 liter of 1 مول NaCl solution. طبعا خلينا اعطيك اياه يعني من قصيرها. اللاب هذا أسئلته بتجي تقريبا يعني حرفي من السلايد، يعني حتى الحسابات يمكن بس يغيروا إلها بس اللي هو الأرقام، ما بغيروا أفكار، فهذه يعني حطوها ببالكم. طيب أول شيء مشان نقدر نحضر 1 لتر من 1 مول NaCl solution، أول شيء لازم نطلع المولر ماس اللي هي كتلة المولية للـ NaCl. نقدر نطلعها طبعا هذه الكتلة للـ Na زائد الكتلة للكلورايد تطلع لنا 58.44 grams per mole. المولاريتي مرة ثانية تساوي عندنا إيش هي number of moles على إيش الفوليوم، هذه مشان نذكر القانون. كيف الآن نحسب اللي هو number of moles؟ نفس ما قلنا اللي هي مولاريتي by the volume. الآن إحنا قديش بدنا المولاريتي اللي بنحكي عنها اللي هي 1، وفي الفوليوم اللي بنضربها اللي هي كمان 1، فبيطلع النمبر اوف مولز طبعا مشتقنا من هذا القانون اللي هو 1. طيب مره ثانيه النمبر اوف مولز نقدر نحسبه يا من هذا القانون او من قانون ثاني اللي هو الكتله على الكتله الموليه، صح؟ فالنمبر اوف مولز عندنا قديش؟ 1 تمام. ضرب المولر ماس اللي هي الكتله الموليه تساوي عندنا ايش الكتله اللي بدنا اياها. الكتلة اللي بدنا إياها طلعت 58.44 غرام. فهذه الكتلة تمام بنطلعها من الـ NaCl، بنطلع 58.44 غرام من الـ NaCl، بنحطها بواحد لتر فلاسك، هذا هو فلاسك، وبعدين إيش بنضيف عليه مية تمام. هو add a small volume of distilled water to dissolve the salt, fill the flask to the 1 liter line. فبنحط الصولت تمام الملح، بعدين بنضيف عليه distilled water لحد ما ويش نصل لل 1 liter mark. ف
فلما نصل ال 1 liter mark بنوقف وهيك بنسوي بكون صنعنا اللي هو محلول NaCl المولاريتي له 1 وتقريبا حجمه 1 لتر تمام. فإذا مرة ثانية أول شيء بنطلع المولر ماس بعدين بنطلع النمبر اوف مولز. النمبر اوف مولز بنقدر نطلعه من هذا القانون اللي هو المولاريتي يساوي عندنا النمبر اوف مولز ضرب على الفوليوم. الآن إحنا بدنا المولاريتي تكون معينة اللي هي 1 والفوليوم تكون عندنا هنا 1 نضربهم ببعضنا بعض بطلع لنا اللي هو النمبر اوف مولز. بعدين النمبر اوف مولز قانون آخر يساوي عندنا الماس اللي هي الكتلة على الكتلة المولية مولر ماس. فبنطلع إيش الماس بعديها تمام. تطلع عندنا الماس بنحطها بفلاسك way out 58.44 grams of NaCl. بعدين place the NaCl in a 1 liter volumetric flask اللي هي هذه اللي كنت طلعت معنا بنحطها بفلاسك وبنضل نضيف عليها distilled water لحد ما تصل إيش 1 liter. طيب نفس الموضوع نفس الخطوات ولكن أمثلة جديدة. prepare 0.2 liter of 0.1 ام او مولاريتي للNaCl. طيب اول شيء نحسب المولر ماس. اول شيء المولر ماس للNaCl بتطلع لنا 58.44 جرامز بير مول لكل مول. المولاريتي تساوي عندنا النمبر اوف مولز على الفوليوم بنطلع نمبر اوف مولز. مولاريتي تساوي اللي هو يساوي عندنا مولاريتي ضرب الفوليوم يعني بنضرب 0.1 ضرب 0.2 بيطلع لنا 0.02 هذه هي النمبر اوف مولز. بنرجي بنطلع من النمبر اوف مولز بنطلع منها ايش الماس. فالماس في هذه الحاله بتكون عندنا المولر ماس ضرب النمبر اوف مولز تمام. بطلع لنا الماس اللي بتطلع معنا اللي هي 1.17 جرامز. بعدين نطلع 1.17 جرامز من NaCl نطلعهن وبنحطهن بفوليمتري فلاسك وبنضلنا نضيف لها distilled water لحتى ما نصل إيش اللي هو 0.2 liters أو 200 مل 200 مل المارك تبعته وهيك نكون حضرنا الـ NaCl solution اللي بدنا إياه. نعم طبعا الـ preparations أو solutions كيف تقدر تحضر solution أو هذا القانون هو C1V1 يساوي عندك C2V2 نستخدم أكثر شيء في dilution اللي هو لما بدنا نخفف تركيز محلول معين تمام. فهذا هو القانون اللي نستخدمه. تذكروا كويس C1 ضرب V1 يساوي عنا C2 ضرب V2. C1 is the initial stock concentrated concentration اللي هو إيش التركيز المحلول الأولي اللي بدنا إيش نعمل إله اللي بدنا نعمل إله وإيش تخفيف تمام. والV1 اللي هي الفوليوم لا solution اللي بدنا وش نسوي له تخفيف. C2 is the final أو required أو diluted final required diluted اللي هو إيش اللي هو التركيز اللي بدنا نوصل المحلول الأولي إله تمام. هذا هو التركيز اللي بدنا نوصل المحلول الأولي إله. V2 اللي هو ال volume تمام اللي بدنا إيش نوصل المحلول الأولي إله. فإذا هذه اللي هو هذا هو المحلول الأولي الكونسنتريشن التركيز تبعه وهذا هو الفوليوم تبعه والكونسنتريشن والفوليوم للC2 والV2 اللي هو اللي بدنا اللي نقول هو الهدف تبعنا تمام. Example a laboratory procedures calls for 250 mils of an approximately 0.1 molar solution of NH3. Describe how would you prepare this solution using a stock solution of concentrated NH3 اللي هو تقريبا 14.8 مولر. أول شيء القانون نفسه C1V1 يساوي عندنا إيش C2V2. الآن شو مطلوب منا يقول لك how would you prepare this solution using a stock solution. أول شيء فالمطلوب منا إيش إنه نطلع الفوليوم للستوك تمام. الآن الconcentrated للستوك أو الانيشيال اللي هي 14.8 تمام واحنا بدنا نوصله ل 0.8 بفوليوم اللي هي 250 مل اللي هي تقريبا 25 ملل. تمام نشوف القانون هذا هو القانون تبعنا بنعوض فيه.
فال concentration الأول بنعوض فيه اللي هو 14.8 V1 مش معروفة 0.1 اللي هو المولاريتي الأولى عارفينها وبنحول طبعا بالليتر تذكروا التحويل نقسم على 1000 ولما نحسب ال V1 بتطلع معانا اللي هو 1.7 ملي ليتر وفما نجيب المايكرو بايبت اللي تو ميجر 1.7 ملي ليتر اوف كونسنتريتد NH3L NH3 and add sufficient water to give a total volume of 250 ml فبنجيب ايش بنجيب المايكرو بايبت بنطلعها من اللي هو السوليوشن هذا تبعنا تمام اللي هو ال 14.8 مولر بنطلع منه فقط فوليوم تقريبا اللي هو 1.7 ملي بالمايكرو بايبت بنطلعها بعدين بنحط هذه الفوليوم ب فلاسك ثاني ونضيف عليه ووتر لحد ما تصير الفوليوم تبعتنا 250 مل تمام فهذا هو هذه طريقة تحضير ال 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 اللي هو المركب اللي بيحكوا عنه طيب how is the molarity of a percentage solution is calculated احنا حكينا على percentage solution وانه موجود بكثرة عندنا باللابراتوريز خلينا نحكي مثل ما كان أول إشي عندنا اللي هو 1% NaCl مثلا solution وإلى آخره ودائما percentage معناها إنه إيش كمية المذاب اللي ذوبناها بمية خلينا نقول 100 غرام أو 100 ملي من المذيب تمام فلما نحكي عن 70% nitric acid means that 100 grams of the solution contains 70 grams of HNO3 تمام فمنقول انه 100 غرام من هذا المحلول تمام بيحتوي على 70 غرام من ال HNO3 acid اللي هو nitric acid the concentration is expressed اللي هو التركيز كيف بين لنا احنا اللي هو من خلال ويش اللي هو بيتم التعبير عنه من خلال انه 70% weight per weight لانه احنا هنا نحكي ايش نيتريك اسيد ف لاحظوا كيف اللي هو استخدم نفس الوحده اللي هي grams the grams تمام to calculate the molarity of a 70 اسف to calculate the molarity of a 70% nitric acid, we need to calculate the number of moles of HNO3 present in 1 liter of acid. تمام؟ فإذا أول إشي لازم نعرف مشان اللي هو نحسب اللي هي المولاريتي لسبعين بالمية nitric acid. أول إشي لازم إيش نطلع عدد المولات الموجودة في 1 لتر من الأسيد. تمام طبعا الدنسيتي هذه خطوات اللي هو حساب المولاريتي لنا اول شيء الدنسيتي بتكون عندنا معطيه اللي هي 1.413 غرام بير مليلتر بعدين نطلع الويت اوف اللي هو كتله 1 لتر اوف 70% HNO3 تمام فبنجيب اللي هي density بنضربها بإيش density بنضربها ب اللي هو 1000 اللي هي نحكي اللي هي موليتر يساوي عندنا إيش 1000 مليليتر تمام يعني هذه حسبناها بالجرام per مليليتر فإحنا بنحول الليتر هذه لمليليتر بصير عندنا 1000 فلما نضربها مشان نطلع الويت الكتلة الواحد لتر من 70% HNO3 تطلع عنا 1413 جرام طيب number of grams of HNO3 يساوي عنا ال percentage ضرب الماس of 1 liter الماس of 1 liter اللي هي طلعت معنا من خلال هذه هذا هو وال percentage اللي هي النسبة تبعتنا اللي هي 7% واللي هي تقريبا 7 بالعشرة هي نفسها يعني فبنضرب 7 بالعشرة ضرب اللي هي الويت اوف ماس اوف 1 لتر تمام
فبيطلع لنا اللي هو number of grams طلع معنا 989.1 grams HNO3 per liter. فهذا هو إيش عدد الجرامات الموجود تمام لكل لتر من ال HNO3 تمام. فإذا هذا هو إيش عدد الجرامات من ال HNO3 per liter لكل لتر. طيب number of moles of HNO3 على الليتر يساعدك مولاريتي number of grams تقسيم المولكيولر ويت of HNO3. فالآن احنا آخر شيء بدنا نحسب اللي هي المولاريتي. المولاريتي تساوي عندنا ايش اللي هو number of moles على اللي هو الحجم تمام اللي هو الليتر. الآن ال number of moles per liter هي تساوي نفسها المولاريتي تمام. فتساوي عندنا number of grams تقسيم المولكيولر ويت of HNO3. فال number of grams طلع عندنا 989.1 جرام تقسيم اللي هو 63. طبعا المولكيولر ويت الوزن الجزيئي الوزن الجزيئي بكون معطي معكم بالسؤال ويساوي عندك ايش 15.7 مول. إذا يا جماعة خلينا نراجعها مرة ثانية طريقة حساب هذه مرة ثانية خلينا نراجعها. الآن to calculate the molarity of a 70% nitric acid تمام لازم إيش نحسب عدد المولات الموجودة في 1 لتر من of acid. هذه هي المولاريتي في هذه الحالة تمام. فإذا نحسب عدد المولات الموجود ب 1 لتر من الأسيد. طيب عدد المولات هو وش يساوي عدد المولات مو يساوي عندنا إيش اللي هو الكتلة تمام الكتلة ضرب الكتلة المولية أسفة هي الكتلة على الكتلة المولية تمام تقسيم الكتلة المولية تمام. الكتلة هي نفسها عدد إيش الجرامات. طيب عدد الجرامات كيف بدنا كيف نقدر نجيبه تمام. خلينا الآن نرجع بالسؤال هيك ريفرس خلينا نحكي الكتلة نقدر نجيبه من لما نضرب البرسنتج تمام ضرب إيش الماس of 1 لتر. يعني قديش ايش شو هي ماس اوف 1 لتر اللي هي بنحكي اللي هي كتلة 1 لتر من ال H اللي هو ال HNO3 اللي هو نيتريك اسيد نضرب فيها ايش البرسنتج تمام. برسنتج عارف فيها 70% لما نحولها الارقام تكون 7 بالعشرة يعني بالاخير فنضربها هيك. كيف طلعنا اللي هي الماس اوف 1 لتر بنطلع الماس أو الكتلة 1 لتر من 70% HNO3 ببساطة أنت بتضرب الدنسيتي تبعته بإيش بالفوليوم تمام. فمرة ثانية الدنسيتي هي إيش تساوي الدنسيتي الكثافة تساوي إيش الكتلة على الحجم صح. إحنا الآن بدنا الكتلة الكثافة موجودة معنا والفوليوم الحجم موجود. الفوليوم احنا ايش بدنا 1 لتر صح. فال1 لتر بنحولها لجرامات وبنضربها بايش بالدنسيتي. هذا هو صار عندنا بالخطوه هذه تمام. هذه هي الدنسيتي طبعا الدنسيتي تكون انك معطيه بالسؤال. هذه هي الدنسيتي ضربناها ب بالمللتر تمام بوحده المللتر 1000 مللتر فطلع لنا الماس اوف 1 لتر اللي هي 1413 جرام تمام. ال 1413 جرام بدنا نطلع منها ايش اللي هو النمبر اوف جرامز اللي هي راح نستخدمه لحساب المولاريتي. طيب فالنمبر اوف جرامز اوف اتش ان او 3 قديش بالضبط اللي هو عدد الجرامات الموجود في الاتش ان او 3 نضرب ايش البرسنتج تبعت الموجوده اللي هي 7 بالعشرة ضرب 1413 جرام اللي هي الماس اوف 1 لتر تمام. فبتطلع لنا 989.1 جرامز بال HNO3 بير لتر تمام. ايواس فالآن بس خليني أقول لكم شغله. لو مثلا بدنا نقول جدلا انه بدنا 60% مثلا نيتريك أسيد طلعنا وعطانا الدنسيتي بالسؤال
بنضرب في ألف اللي هو عدد الملي لترز بالواحد لتر، بضرب ألف تمام، بطلع ذاك هو عدد الجرامات. هذا عدد الجرامات الآن بتضربه في البرسنتج النيتريك، النيتريك أسيد اللي هي السبعة، اللي هو في حالتنا هذه اللي بدنا إياها إحنا، اللي هي ستة بالعشرة. فبطلع عندك إيش اللي هو عدد الجرامات الموجودة بواحد لتر من 60% نيتريك أسيد. في هذا السؤال بده عدد الجرامات الموجودة ب70%، تمام؟ عدد الجرامات الموجودة في واحد لتر من 70% HNO3 نيتريك أسيد. أتمنى الأمور تكون وضحت. إذا مرة ثانية، عدد الجرامات الموجود بواحد لتر من 70% إيش؟ نيتريك أسيد. تمام. وبالأخير تحسب إيش اللي هو المولاريتي. المولاريتي تساوي عندنا إيش؟ number of moles، number of moles of nitric acid على الحجم اللي هو بالليتر. طبعا الحجم بالليتر اللي هو عندنا واحد، فننسى خلاص. بنحسب آخر شيء number of moles اللي هي number of grams. يقولنا number of grams عدد الجرامات الموجودة بواحد لتر من 70% HNO3 nitric acid، تمام؟ هذا هو الرقم اللي طلع معانا. بنقسمه على الوزن الجزيئي لل HNO3. طبعا هذا بيكون معطي معكم السؤال، فبطلع بالاخير عندنا المولاريتي 15.7. اتمنى انه الامور وضحت لكم. تمام، ننتقل على بعدين. The molarity calculator equation, molarity conversion. The following equation is used for calculating molarity where the concentration is given in weight طبعا هذا القانون بنقدر نستخدمه عوضا عن كل الحوسه اللي صارت هنا، يعني اعتقد نقدر نستخدمه وبيعطي اعتقد نفس النتيجه. فالقانون هذا كيف؟ اول شيء اللي هو بنضرب البرسنتج ضرب الدنسيتي تبعتنا، بعدين بنقسم الناتج تبعهم على المولكيولر ويت للاسيد او البيس اللي بنتعامل معاها، ضرب 10 بيطلع لنا ايش المولاريتي. فهذه هي ايش طريقه حساب المولاريتي لبرسنتج سوليوشن. The above equation can then be used to calculate the molarity of 70% nitric acid. فاحنا بنضرب اللي هي البرسنتج تبعتنا ضرب اللي هي الدنسيتي على المولكيولر ويت ضرب 10، بيطلع لنا بالاخير اللي هو 15.7 مول. طبعا يا جماعة بس مشان لا تخافوا، الأسئلة من هذه المحاضرة الحل تقريبا نفس ما قلت لكم بتجي حرفي، تجي حرفي، بغير لكم منها إيش، بغير لكم منها رقم رقمين that's it، ما بيجيبوا لكم أفكار جديدة منها. فيعني حتى لو تحفظوا الأمثلة حفظ كمان يعني مو غلط. تمام، إضافة المحاليل المنظمة. مقدمة على pH. The pH scale is a logarithmic scale representing the concentration of hydrogen ions in a solution which is equal to the negative log of the hydrogen ion concentration. فالمقياس pH، pH هي إيش اللي هي بنحكي عن pH، يعني بنحكي عن إيش اللي هو تراكيز أيون الهيدروجين. قلنا pH هي عبارة عن إيش، negative log لتركيز أيون الهيدروجين، تمام؟ فهذا هو الـ pH. الـ pH scale بحسب قديش اللي هو خلينا نحكي اللي هو درجة الحموضة للمحاليل. إذا كانت درجة الحموضة للمحاليل طبعا تساوي 7، pH تساوي 7، فبكون عندنا neutral solution. طبعا بيكون عندنا neutral solution. acidic solution pH بتكون عندنا أقل من 7، البيزك سوليوشن بتكون عندنا ايش اكبر من 7. تمام، بيولوجيكال بافرز. الان المحاليل المنظمه، ببساطه فكره المحاليل المنظمه هي عباره عن نقول مواد كيميائيه، مركبات كيميائيه بتكون موجوده في المحاليل بتمنع او بتحافظ على درجه الحموضه ثابته وبتمنع التغير فيها. So buffers are molecules that donate or accept protons to resist the changes in pH
as acids or bases are added to the solution. إذن هي عبارة عن إيش؟ قلنا molecules مركبات that donate تعطي أو accept تقبل protonات to resist changes مشان تقاوم التغيرات اللي بتصير عندنا في درجة الحموضة as acids or bases are added to solution. فلما نضيف acids أو نضيف bases للمحلول هذه البفرز إيش؟ بتعمل على المحافظة على إن الـ pH ضل ثابتة. A buffer can be المحل المنظمة يمكن تكون لها weak acid and its conjugate base اللي هو يمكن تكون إنها حمض ضعيف وقاعدته مرافقة مثل ال H2CO3 مع ال NHCO3. ال H2CO3 طبعا هو حمض كربونيك هو حمض ضعيف. weak base and its salt with a strong acid. weak base طبعا اللي هي قاعدة ضعيفة مع الحمضها ال خلينا نحكي its salt with a strong acid حمضها المرافق. فعندنا الـ NH4OH هي قاعدة ضعيفة مع الـ NH4Cl اللي هو خلينا نحكي salt of a strong acid. Practically a buffer is prepared from mixing a weak acid and its strong salt. ف بشكل خلينا نقول عملي البفر نقدر نسويه أو نعمله في المختبر من خلال إنه mixing اللي هو نمزج حمض ضعيف مع خلينا نقول قاعدة مرافقة اللي هي بين قوسين اللي هي strong salt. فمثلا عندنا هذا الأسيتيك أسيد لما نمزجه مع اللي هو الأسيتيت أيون أو اللي هو السولت تبعه بيطلع عندنا بفر. نفس الموضوع طبعا هذا هو الصوديوم أسيتيت هو خلينا نحكي القاعدة المرافقة لحمض الأسيتيك أسيد. فهذه هي الطريقة العملية اللي بنسوي فيها إيش اللي هو البفرز. Weak acids and bases do not dissociate completely in water but exist in solution as a mixture of dissociated and undissociated molecules. هذا الشيء بدنا نرجع فيه شوي لتوجيهي. الweak acids مثلا تعلمنا انه والbases اللي هي الحموض والقواعد الضعيفة ما بتتحلل كليا في الم... في ال... في ال... في ال... في solutions في المحاليل تمام. فبتظلها في حالة ايش اللي هو equilibrium تمام. But exist in solution as a mixture خليط من حالة dissociated اللي هو هذه الحالة والحالة إيش non dissociated أو undissociated molecules. فبتكون هذه هي الحالة تكون موجود فيها ال weak acids أو bases في المحاليل ما بتكون متحلل التحلل الكلي بظهرها ثابتة هنا على هذه الحالة ولكن إيش خلينا نقول تحلل جزئي undissociated molecules كمان بتكون موجودة وهذا إشي مفيد جدا للحفاظ على إيش اللي هي درجة الحموضة ثابتة تمام. Mechanism of buffer action upon adding a strong acid to the buffer. أيوة في حالة إيش أضفنا strong acid. الآن strong acid هذا شو بزيد عندنا؟ بزيد عندنا الهيدروجين أيون concentration صح؟ فتجي إيش ال خلينا نقول القاعدة المرافقة لحمضنا ضعيف. فبتجي هذه القاعدة المرافقة وبتكتسب أيون الهيدروجين من اللي هو الحمض القوي اللي صار. فبكون عندنا NaCl مع ال H2CO3. ال H2CO3 اللي هو سرعان ما يتحلل إلى إيش H2O زائد CO2 وهيك بنكون حافظنا على ال pH للسولوشن. هذا هو اللي بصير upon adding a strong acid. طيب شو بصير إذا we add a strong alkali هي قاعدة قوية بصير إيش نقول تقريبا العكس من ذلك. الآن ال NaOH اللي هي بتزيد عندنا من تركيز أيون اللي هو الهيدروكسيل في المحلول لانه بصير لها تفكك كلي ال HCl وال NaOH قواعد وخلينا نقول حمض قوي وقاعدة قوية. فلما يدخل عندنا بالمحلول بتحلل تحلل ايش تحلل تحلل كلي فبزيد من تركيز ايونات تبعتها. فال HCl بزيد من تركيز الهيدروجين ايون ومنه بقلل من pH وال OH اذا تحلل تحلل كليا طبعا بزيد من تركيز ال OH وبزيد ايش من تركيز من ال pH واحنا هذا الشيء ما بدنا اياه فبدنا نحافظ عليه. فبيجي لما يزيد تركيز الانيواتش بيجي عندنا الحمض فالحمض شو بسوي بتبرع بايون هيدروجين للقاعده وبرتبط بايش برتبط بالان اي في هذه الحاله بصير ايش بتحول القاعده الاو اتش هذه لما يضيف لها هيدروجين طبعا بتحول عندنا لماء وهيك بكون ايش حافظ على درجه الحموضه ثابته تمام.
The pH of a buffer solution can be determined using the Henderson-Hasselbalch equation. طبعا هذه المعلومة أخذتوها مع الدكتور جهاد في محاضرات الانترودكشن اللي هي الهندرسون-هاسلباك equation. طبعا هذه هي المعادلة خلينا نحكي ال pH تساوي عنا ال pKa plus the log of اللي هو ال deprotonated على ال protonated form. deprotonated معناها إيش؟ اللي هي ال خلينا نقول اللي هي الحالة اللي يكون فيها هيدروجين اللي هي بين قوسين اللي هي conjugate base بنحكي عنها. conjugate base for the buffer of the weak acid. تمام؟ وهذه ال concentration اللي هو ال weak acid تبعنا. تمام؟ طبعا ال HA اللي هو الحمض تبعنا يمكن يتحلل لإيش؟ لا هيدروجين ايون والقاعدة المرافق له اللي هي ال A minus في هذه الحالة. This equation is used to calculate an expected pH of the buffer. طبعا هذه المعادلة طبعا ما في عليها تطبيق عملي عندكم. Is used to calculate an expected pH for a buffer اللي هي بنحسب فيها اللي هو درجة الحموض المتوقعة ل نقول يمكن بيشتغل عليها البفر محلو منظم تمام to prepare a buffer with a specific pH ومشان إيش إنه نسوي عنا بفر تمام يكون له درجة حموضة معينة فإذا calculate an expected pH for a buffer نحسب درجة حموضة متوقعة على محلول منظم أو to prepare a buffer with a specific pH أو إنه إيش أو إنه نحضر محلول منظم with a specific pH اللي هو نحكي بدرجة حموضة ثابتة أو معينة. The buffer concept. Many biochemical processes are markedly impaired by even small changes in the concentrations of free hydrogen ions. فطبعا الجسم عندنا نفس ما تعلمنا في المحاضرات الأولى لازم إيش يحافظ على حالة الاتزان عنده. الجسم بيكون إذا متذكرين الـ pH للبلد عندنا 7.4 هي تقريبا خلينا نحكي الحالة المثالية للـ pH درجة الحموضة في الدم. أي تغير فيها سواء إذا قل الـ pH حتى لو تغير صغير أو زاد الـ pH تغيره صغير تمام هذا ممكن يؤدي لحالات خطيرة جدا وأمراض تمام بتصير عندنا في الجسم فهذا إشي يعني لازم نكون حذرين منه خاصة بالتعامل مع الـ pH. It is therefore usually necessary to stabilize the hydrogen ions concentration in vitro by adding a suitable buffer to the medium. فمشان نحافظ على درجة الـ pH تمام أو اللي هو الـ hydrogen ion concentration في المحل خلينا نقول الخارجي خارج الجسم by adding a suitable buffer فاحنا بنزيد بنضيف ايش محلول منظم مشان يحافظ على درجة الـ pH موجودة درجة الحموضة تكون ثابتة ما يصير أي تغير في درجة الحموضة بنضيف إيش اللي هو المحلول المنظم تبعنا وفهمنا كيف اللي هو الكونسبت تبعه طيب the buffer capacity is at its maximum at the pKa value this point therefore corresponds to the midpoint of the pH range covered by the buffer and is where the concentration of acid and base is the same For any weak acid conjugate base pair, the buffering range is its pKa minus or plus one. تمام. فطبعاً هذه المعلومات عرضت عليها بمحاضرة الدكتور جهاد اللي أعطاكوا إياها أول الفصل إنه متى بيكون البفر كاباسيتي اللي هي قدرته على اللي خلينا نقول مواجهة التغيرات بالهيدروجين أيون كونسنتريشن. لما تكون عندنا ال pH تمام تساوي ال pKa أعتقد خليني بس أتأكد من منها من سلايدكو نعم فموجود بسلايدكو اللي هو the maximum buffering capacity exists when the pH of the solution اللي هو درجة حموضة المحلول تمام تساوي ال pKa للبفر تمام وفي هذه الحالة بيكون عندنا تركيز الأسيد والكونجوجيت بيس متساوي فلما يكون تركيز الأسيد والكونجوجيت بيس متساوي تمام بتكون الاستجابة لا إضافة بتكون الاستجابة لإضافة حموض أو الاستجابة لإضافة قواعد إيش متكافئة
ونفس الاستجابة. تمام؟ This point therefore corresponds to the midpoint of the pH range covered by the buffer and is where the concentration of acid and base is the same. فالmaximum buffering capacity بتكون عندنا متى؟ لما يكون عندنا concentration of acid and base is the same ولما يكون هي نفسها لما يكون ال pH of the solution تساوي عندنا ايش؟ ال pKa value of the buffer. تمام؟ طبعا الرسمة هذا اللي بيحكوا عنها اللي هو بال midpoint of the pH range وإلى آخره هي نفس الرسمة رسمة الجراف الموجودة عندكم بمحاضرة الدكتور جهاد اللي أعطاكوا إياها أول فصل. فهذه هي نفس الرسمة. For any weak acid or conjugate base pair, the buffering range is its pKa plus or minus 1. فكمان اللي هو ال buffering range اللي هي قدرته على خلينا نقول التعامل مع التغيرات في ال pH بتكون إيش اللي هي يا إما إنها تكون أعتقد ال pH أعلى من ال pKa له بمقدار واحد أو أقل من ال pKa له مقدار واحد فبيكون إيش الفرق بين ال concentration الأسيد والبيز عالي في هذه الحالة فبتقل كفاءة البفر كثير مثل ما نعرض عليكم هذا الموضوع بالسلايد الأول للدكتور أو سلايد الدكتور جهاد معكم. نعم determination of pH أول شيء في عندك الكولوريمتريك ميثود إذا متذكرين أخذنا بالعلوم ورق العباد اللي هو لما تحطه بحمض بتحول عندك للون أحمر أو إذا كان أزرق بتحول لأحمر والعكس وإلى آخره فبنستخدم indicator paper method using the litmus paper strip اللي هو أعتقد litmus paper strip اللي هو هذا هو litmus paper strip فبنضع عليه اللي هو مثلا إشي من المحلول اللي بنحكي عنه بيطلع على لون معين للستريب تمام التست بيبر بيطلع لنا لون معين له فمنه بنقدر نحدد او نقدر قديش البي اتش لهذا المحلول نعم والبي اتش ميتر هذا اللي هو البي اتش ميتر يعني glass electrode with pH sensitive glass tip which is permeable to hydrogen ions of the solution يعني هذا اللي بقيس عنا درجة الحموضة لهذه هي الـ يعني الأداة اللي بنستخدمها عشان هي هذا هو pH meter بيكون في عنا glass electrode زجاجي بنفذ أيونات الهيدروجين تمام نعم the pH meter measures the voltage difference between the electrodes فإذا بيكون عنا glass electrode with pH sensitive glass tip which is permeable to hydrogen ions of the solution. pH meter measures the voltage difference between the electrodes. طبعاً pH meter بحسب اللي هو الفرق في الفولتية بين الأقطاب. تمام؟ فبيكون واحد من الأقطاب هذه اللي هو ال والglass electrode تبعنا هذا. فبحسب الفرق في القطبية بيناتهم. فلما يحسب الفرق في القطبية بيناتهم is calibrated using 2 pH standard which cover the range of the buffer to be set. الآن معنى النقطة هذه إنه ال pH meter بنسوي له calibration بنجيب two solutions تمام بنجيب في محلولين بيكون إحنا عارفين ال pH والبفر جواهم فمثلا بنجيب محلول ال pH للبفر جواه بيكون في عندنا مثلا 5 ال pH له و7 فبنحط الجهاز مشان نعرف انه هل الجهاز بيقيس بشكل صحيح ولا لا فاذا طلع عندنا في المحلول الاول مثلا طلع عندنا البي اتش 5 وطلع في المحلول الثاني كمان 7 فهيك خلاص معناته ال يعني بيكون عندنا البي اتش ميتر معاير بطريقه صحيحه تمام وبيقيس لنا very accurate فهذا هو القصد بالنقطه الثالثه which cover the range of the buffer to be set طبعا كل بفر نفس ما قلنا بيشتغل عند pH معينة نفس ما قلنا إنه حسب الـ pKa له فإذا كانت الـ pKa له تساوي الـ pH للسلوشن بكون عندنا إيش البفر كاباسيتي بتكون ممتازة يعني بيشتغل أفضل شغل له تمام ولكن إذا كان الفرق بين الـ pH والـ pKa عالي جدا تمام هيك البفر ما راح يشتغل أو حتى إذا اشتغل ما راح يشتغل بالقوة والقدرة المناسبة
مشان يحافظ على درجة البي اتش من التغير. فهذا هو القصد بالكلام اللي هنا يعني. For any weak and conjugate base pair, the buffering range is its pKa minus زائد واحد. فنفس ما قلنا الماينس زائد واحد خلينا نحكي اللي هو الفرق بينه وبين الـ اعتقد الـ pH. تمام؟ فإذا كان الفرق بينهم كبير هيك البفرنج رينج بكون خارج البفرنج رينج للبفر. تمام؟ وهيك ما بقدر البفر انه يشتغل. أتمنى انه تكون الصورة وصلت لكم. طبعا pH indicators هذه مواد بنحطها ب خلينا نقول solution معينة. تمام؟ عند درجة pH بتغير لونها، عند أقل من درجة pH معينة، أعلى من درجة pH معينة بتغير لونها. فمثلا عندنا الميثايل أورنج، الميثايل أورنج بنحطها إذا كان عندنا الـ pH level أقل من 3.1 بيطلع عندنا red color. إذا كان أعلى من 4.4 بيطلع عندنا yellow color. نفس الموضوع مثلا اللي هو للبروميثايومول بلو. فإذا حطيناها ب solution الـ pH تبعه أقل من 6 بيطلع لنا بصير لونه اللي هو الـ pH indicators بصير لونه إيش اللي هو yellow. إذا حطيناه ب solution الـ pH له 7.6 or higher بيكون عندنا blue. تمام؟ هذا هو الـ pH meter. نفس ما قلنا بيكون في عندك electrodes glass tip هنا. تمام؟ بيكون عندك منفذ لأيونات الهيدروجين بيحسب الفرق في الفولتية بين الإلكترودات الموجودة وبطلع عنا الـ pH بشكل دقيق جدا. وقلنا إنه لازم نعايره نشوف هل إنه بالضبط يعني بيحسب بشكل صحيح ولا لا، بحيث إنه نجيب له two solutions. إحنا بنكون الـ pH إحنا بنكون عارفين الـ pH تبعهن قديش بالضبط مشان نشوف هل إنه الجهاز بيحسب صح ولا لا. الـ blood pH level، فإحنا مثل ما قلنا الجسم بيحتاج درجة pH معينة. طب ليش هذا الحكي؟ ليش؟ الجسم فيه إنزيمات وبروتينات كثير وإنزيمات كثير. الإنزيمات هذه بتشتغل عند درجة pH معينة. تمام؟ إذا تغير درجة pH معينة هذه الإنزيمات ما راح تشتغل وراح يصير عليها عملية denaturation، يمكن إنها تتفكك وتتكسر هذه الإنزيمات. طبعا تكسرت إنزيمات الجسم يعني على الله السلام. بيكون يعني هذا بيؤدي لأمراض خطيرة جدا ويمكن إيش؟ يعني بالاخير يسوي دث. فلاحظوا النارو رينج اللي احنا بنشتغل فيه هنا، لاحظوا انه النورمال بي اتش بين 7.35 و7.45 فقط. اي زياده اي نقصان بيسوي عندك مشكله، الاسيدوسس بتسوي عندك مشكله، الالكالوس بتسوي عندك مشكله. اذا وصلنا البي اتش ليفل وصل 6 او وصل 9 هيك خلص يعني بيكون المريض متوفي. الان تايب اوف بفرز، في عندنا انواع معينه من المحاليل المنظمه. في عنا سنتيتك انه هذا يعني كان بي بريبيرد ان ذا لاب نقدر نصنعه في المختبرات، وفي عنا الفيزيولوجيكال بفرز الناتشرال بفرز تكون موجوده بالاجسام. The main physiological buffers are the bicarbonate buffer, the phosphate buffer and the protein and hemoglobin buffer. تمام، الكربونيك اسيد اند بايكربونيت بفر هذا هو اكثر بفر بيشتغل عندنا بالاكسترا سيلولار فلويد. This is the most important buffer in blood present in large amounts. فإذا هذا البفر سيستم اللي هو من الكربونيك أسيد والبايكربونيت بفر. الكربونيك أسيد هو الويك أسيد، والبايكربونيت أيون اللي هو الويك الكونجكت بيس له، أو خلينا الويك الكونجكت بيس له. نعم. It is the most important extracellular buffer system. يعني هذه معلومتين حفظ. It is made from equilibrium between carbonic acid and its conjugate base bicarbonate. فنفس ما قلنا الكربونيك اسيد لما يكون عندنا موجود في البلد ما بتفكك بشكل كامل. تمام، وبضله بحاله ويش اكوليبريم ميكستشر البلد بيكون موجود فيه كربونيك اسيد وكمان بيكون فيه موجود البايكربونيت ايون. When the blood pH drops into the acidic range, this buffer acts to form the carbon dioxide gas. فنفس الموضوع اللي حكينا اللي هو هنا لما نعم هي فلما فخلنا نعتبر ان هذا ما في HCl. تمام، او زادت كميه HCl عندنا في البلط هنحكي بزيد اللي هو الهيدروجين كونسنتريشن، برتبط باللي هو الكونجكت بيس
بيتحول ل H2CO3 وهذا سرعان ما يتحول ل H2O و CO2 و CO2 بنخرجه من الجسم من خلال هو اللي هو الزفير من خلال الزفير. نعم تمام. The lungs expel this gas out اللي هو الكربون دايوكسيد of the body during the process of respiration من خلال التنفس. وduring alkaline condition بصير عندنا ايش هو العكس، بيرتبط اللي هو بيعطي الكربونيك اسيد بيعطي عندك بروتون للبيز او اللي هو زياده اللي هو الهيدروكسيل كونسنتريشن. تمام، ف لما يصير هذا الموضوع البي اتش كمان بتضلها محلها نفس على نفس مبدا النقطه هذه نفس المبدا لها. تمام، during alkaline conditions this buffer brings pH back to neutral by causing excretion of the bicarbonate ions through the urine. فال bicarbonate ions اللي متكونة مشان اللي هي اللي تكونت بسبب الالكالي هي هذه هي bicarbonate ions. تمام، bicarbonate salt. فالجسم مشان يتخلص من اللي هو الالكاليتي القاعدية اللي صارت فيه تخلص من البايكربونات من خلال اليورين من خلال البول أجلكم الله. تمام، البلد بلفرينج الكربون ديوكسيد والهيدروجين في اللنجز within minutes. طبعا هذا بيكون موجودات في اللنجز بترتبطن مع بعض بسوي عندنا اللي هو حمض الكربونيك. طبعا هذا باللنجز، في البلد ما بتلاقي كربون ديوكسيد ونقول مرتبط مع ووتر هيك، فلا بتلاقيه في البلد في هذه الحالة. هذه هي blood instantaneously بتلاقيه في هذه الحالة في البلد، وهذه بتلاقيه في هذه الحالة باللنجز. تمام، excretion via the kidneys اللي هو من خلال البايكربونات ايونز قلنا في حالة اللي هي زيادة الالكلينيتي. اما الاسيديتي بنطلعه من خلال هو الكربون اللي هو الكربون ديوكسيد لما نطلعه من خلال respiration. الفوسفيت بفر system operates in the internal fluid of all cells. تمام، بيكون في عندنا هذا داخل الخلايا internal fluid. It consists of the dihydrogen phosphate ion. تمام، هذا هو weak acid وهذا هو conjugate base تبعته. هذا هو hydrogen ion donor weak acid، وهذه هي اللي هو ال ion receptor acceptor base. The weak acid H2PO4 and its conjugate base are in equilibrium. طبعا موجودات ايش في حالة اتزان داخل الخلايا. Protein buffer system. All proteins contain potential buffer groups. فالبروتينات كمان بيكون فيها إشي خلينا نقول buffer groups. Buffer groups شو يعني؟ إشي يمكن إنه يعطي هيدروجين أيون أو إشي إنه يمكن إيش يستقبل الهيدروجين أيون هذا. At physiological pH, the imidazole group of the histidine are important. طبعا الهيستيدين هو واحد من الأمينو أسيدز اللي بتكون موجودة بكثير من البروتينات، وبكون فيها الإيمادازول جروب. هذه الإيمادازول جروب واحدة من اللي هو الـ potential buffer groups. It includes طبعا أمثلة على البروتين buffer system الهيموغلوبين. هيموغلوبين exists as a weak acid. تمام، هو الهيموغلوبين and its potassium salt بيسوي عنا buffering بيحافظ على الـ pH الموجود عنا بالجسم. والother proteins containing amino acid histidine لأنه بسبب الإيمادازول group تبعته are also good at buffering. إن شاء الله هيك بكون خلصنا المحاضرة. أعتذر على التقصير اللي صار معي داخل المحاضرة هذه وعلى التأخير اللي صار فيها. إن شاء الله يعني تكونوا استفدتوا منها. أنتوا إن شاء الله امتحانكم راح يكون الأحد، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بالأخير ركزوا كويس بامتحانكم، ركزوا كويس بالأسئلة، توكلوا على الله. طبعا أسئلة المحاضرة هذه إن شاء الله راح تكون سهلة مباشرة من السلايد، حتى الأمثلة اللي هو الحل خلينا نحكي فيها، حتى أمثلة الحل بتجي عنا تقريبا بشكل حرفي إلا أنهم بغيروا بس في الأرقام. خلينا نحكي اعذروني على التقصير، إن شاء الله تكونوا فهمتوا المحاضرة هذه قدر الإمكان، وحتى لو فهمتوا جزئي منها يعني هذا خلينا نقول يرضيني. والله يوفقكم. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.